محسوبة علي. أول اختيار لحظة اختيار أحمد عبد الصمد قدمت، والدة أحمد عبد الصمد قدمنا شكوى علي من اشتكينا، حد الآن بالإفادة ما حد يدري بيها، اشتكينا على فالح الخزعلي. فالح ليش فالح الخزعلي؟ عندي عفوا عندي محادثة مع أحمد عبد الصمد، أحمد مع فالح الخزعلي قبل فترة قبل اغتياله، كان يعني يتراسل ويوافق عن طريق فالح الخزعلي، صارت مشادة كلامية بينه وبينه. فعلا قاز علي داعي تحرير القدس، وهاي احمد عندي المراسله وعندي يعني موجوده بالموبايل الشخصي مال احمد عبد الصمد. قال لي احنا وين نلحق شارع من شارع هذا فلسطين، احنا يا ما وقفنا في فلسطين، وهاي يعني نتمنى احنا يكون شارع من شارع فلسطين مثلنا بالعراق. شوف وضع العراق غير، اول شيء نصح حالنا لاني يعني موجود يمك الموبايل حاليا الموجود موجود، لا مكان موجود حاليا، واستعدي المحادثة انا ورقية ساحبها. اها طيب خلينا نشوفه ان شاء الله اذا امكن. هاي واحد، وثاني شيء محمد اي هذه احمد عبد الصمد، هذا مع فعل الخزعلي. هاي محادثات مال واتساب مو؟ نعم مال واتساب مع فعل الخزعلي. ثبت هيك ثبت، لا 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 جيبها بالعكس. اي 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 خلاص ثبت هيك. احكي لنا هاي محادثه ويا منو شنو؟ مع فالح الخزعلي. مع فالح الخزعلي مشاده كلاميه بينه وبين احمد عبد الصمد. اي حول شنو؟ حول يعني وضع العراق او هذا الوضع السياسي، وضع يعني الباك السياسي بالبصره، يعني عدم جدية بخدمة الشعب. فهذه المحادثة، فالأخ فالح الخزعلي طالب تحرير القدس. إحنا زين أنت وضع بلادك منهار اقتصاديا سياسيا تدخلات جهات خارجية، يعني الداعي بتحرير القدس صار لكم 100 سنة تداعون بالقدس، ما حاربتوا متر واحد من القدس. يعني تردون شباب العراق، الشباب النزيهين حطب يعني للحرب. هذه هو واحد على اثر هاي المحادثة. صار بعدين يعني صار اكو تهديد قدمنا قدم لا محصن لديه حصانه، يعني اي واحد نائب مجلس النواب. وهذه واحده. ثاني قال الخزعلي من تابع فرقه الموت والسلاح اللي اختار به احمد عبد الصمد مو سلاح مال القوات الداخليه، سلاح يستخدم هيئه الحج الشعبي. اطلاقاته يعني طبعا لحد الان الاطلاقات ان شاء الله اذا كل قاعده سابقه الاطلاقات موجوده عندي، والأدلة الجنائية ثبتت هذا، يعني مو مستخدم سلاح بل سلاح حصن للحج الشعبي يستخدمونه. فاحنا نحكي على كتائب حزب الله. فالح الخزعلي تابع لكتائب حزب الله. وعمليه اغتيال احمد عبد الصمد صارت مقربه عن مكتب فالح الخزعلي، يعني مسافه يعني 200 متر، يعني مسافه قريبه كلش، يعني يعرفون اكو يعني الاعلاميين وين صار الاغتيال وين صار المسافه. طيب. هذه وحده. ثاني شيء قدمنا بس هاي النقطه قبل ما ننتقل للثانيه، بالتحقيقات ورد اسم فالح يعني ايضا كجزء من هذه الخليه، خليه أو فرقه الموت لو لا؟ هي لا ماكو اعترافات من الطرفه. هو يا فالح الخزعلي الى هذه اللحظه، والشخص الثاني اللي قدمنا الشكوى عليه هو علي مشاري قائد قوات الصدمه. اي اللي قام بمطارده الناشطين والاحرار وقام بالتعذيب والاغتيالات. فالح الخزعلي علي مشاري، علي مشاري يعني ضابط دمج، ضابط دمج وتابع الى كتائب حزب الله، يعني حتى الرتبه من عنده يعني مو يعني داخل كليه الشرطه او معهد عالي مال كليه الشرطه، لكن لا عن طريق الكتائب حزب الله حصل رتبه دمج. فنشط يعني بالبصره، معروف على نطاق البصره كله منو علي مشاري. علي مشاري قدمنا عليه دعوه، ولكن الى هذه اللحظه لم تاخذ افاده لا فالح الخزعلي ولا علي مشاري. علي مشاري كان قائد قوات الصدمه، بناية اللي هذا داخل قياده الشرطه تبعد تقريبا 10 مترات من وكاله الاستخبارات، لكن ماكو يعني القوات احنا هم نعذر وكاله الاستخبارات يعني معذورين، اكو جهات سياسيه، اكو تدخلات ما يقدرون، اكو خطوط حمر ما يقدرون يتجاوزونها. اما اذا لاقوا دعم حكومي دعم سياسي من جهات متنفذه، لا والله يكشفون شكو موجود قاتل، شكو مجرم، شكو عميل يقدمون للقضاء.